عارف انت مصطلح سيلف اكسبلاناتوري اللي هو شارح نفسه ذاته بذاته؟ هو ده. ده تقرير يشرح ذاته بذاته. وصول اولى طلائع شحنات اللحوم المبرده من تشاد الى مطار القاهره الدولي. اتعمل بروتوكول تعاون زي ما حضراتكم شفتوا، ما في القعده افاده برضه. معلش اسمحوا لي، انت عارف انا احب اشرح الحاجه على قد عينيا يعني. اتعمل بروتوكول تعاون ما بين حزب حماه الوطن ووزاره الدوله للانتاج والتحول الزراعي في دوله تشاد. طيب عملنا ايه؟ عملنا مزرعه كبيره فيها هذه الرؤوس التشادية اللي مشهورة، وفي نفس الوقت علشان تبقى على مزاج المصريين زي ما بيتقال الطعم، اللحمة بتختلف بالمناسبة من مكان لمكان على حسب ايه المرعى بتاعها، فتغير المرعى بتاعها عشان هذه المواشي تاكل بالطريقة اللي تخلي طعمها زي اللحمة بتاعتنا بالظبط، مفيش فرق. فتيجي اللحوم المبردة، وخد بالك بقى، مبردة مش مجمدة، في فرق كبير. طيب اتذبحت؟ ايوه اتذبحت، وبتتذبح على الشريعة الإسلامية زي ما بيحصل عندنا، زي ما هو موجود في تشاد إلى آخره. ايه كمان؟ لا ده انا كمان عندي لجنة للمتابعة وكل حاجة علشان خاطر ابقى انا شايف ان اللحمة بالمظبوط، المرعى بتاعها سليم، الذبح بتاعها سليم، التبريد بتاعها سليم، عملية النقل المبرد بتاعتها سليمة الى اخره. طيب هيبقى في عندي 3 رحلات اسبوعي، كل رحلة تقريبا حوالي 55 طن من اللحوم المبردة. طيب قد ايه كده؟ 12 رحلة شهري. كميات مستهدفة تتراوح ما بين 660 ل 800 طن كل شهر تدخل للبلاد. اللحوم دي يا جماعة خضعت لإجراءات كشف بيطري طبعا. ازاي؟ الأطباء البيطريين المصريين، لجنة موجودة في دولة تشاد بيشرفوا على إجراءات شكل الذبح، إجراءات الطبية، الإجراءات الدينية المتعارف عليها إلى آخره. وخلوني بعد إذن حضراتكم اخد معانا بكل ترحيب وبالمناسبة بكل شكر المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة في حزب حماة الوطن. اهلا اهلا يا باشمهندس. اهلا اهلا بيك يا استاذ يوسف، كل سنة وانت طيب وحضرتك طيب، الشعب المصري كله بخير ان شاء الله، ورمضان كريم عليكم. الله اكرم علينا جميعا يا رب. زي ما انا كنت بقول، كل الترحيب وكل الشكر على اللي عملتوه بصراحة يا باشمهندس. الله يخليك، ده واجب وطني علينا وواجب وطني على كل رجل اعمال شاف الخير من البلد ديت وشاف منها الخير ان شاء الله. الله ينور، ربنا يا رب يزيد ويبارك. الاول هسال، احنا عملنا ايه بالظبط؟ والسؤال، هل من الممكن ان نتوسع في مثل هذه الامور اكتر من كده شويه؟ الاول ايه اللي حصل؟ احنا من سنه ونص تواجدنا في دوله تشاد. دوله تشاد غنيه بالمراعي وفيها لا يقل عن حوالي 120 مليون راس من الابقار. خدنا قرار كشركة الوطنية الكويتية، ان انا اتشرف ان انا اكون رئيس مجلس ادارة بتاع الشركة واكون رئيس مجلس لجنة الانتاج الحيواني والزراعة بحزب حماة الوطن. خدنا ارض كبيرة على مساحة كبيرة جدا، حجرنا بعض الابقار اللي موجودة هناك. كنا لازم نغير المرعى اللي موجودة، لان هم ما عندهمش فكرة ان انت تحط او تعمل العليقه بتاعه الابقار اللي بيعملها الفلاح المصري او المهندس المصري او المواطن المصري اللي هو بيغير المرعى بتاع الابقار. غيرنا المرعى، زرعنا بعض الاعلاف، زرعنا البرسيم الحجازي، زرعنا السلاج، زرعنا الغله، زرعنا الذره الصفراء، غيرنا المرعى ووصلنا للمذاق المصري زي ما حضرتك اتفضلت وقلت. اللحمه ديت لا تقل اقليه عن اللحمه البلدي اللي هي بتتباع عند الجزار المصري. ايوه. الفكره اللي احنا عملناها مش فكره المرعى وتغيير المرعى، ودي فكره كانت في الدراسه بتاعتنا، الفكره ان احنا ازاي نحافظ ان انا انزل بسعر يناسب محدود الدخل. حلو. لما جينا فكرنا لقينا ان لو انا اعتمدت على الدولار هيكون وانا برجع اللحمه تاني هيكون التكلفه عاليه. فكرنا ان لقينا ان دوله تشاد محتاجه بعض السلع الغذائيه من الخضار للفاكهه للمواد التمويليه، لقينا هم محتاجين كل دوت طبعا بالتعاون مع رجال الاعمال الوطنيين والمصانع من العصائر اللي احنا وديناها هناك.
خدنا المواد الغذائيه ديت وديناها اتشاد، استلمنا المبالغ بتاعتها، اشترينا بيها ابقار. في الحاله دي انا لا لي علاقه خالص بالدولار، ماليش علاقه طبعا خالص بالدولار ولا لي علاقه بيه. انا عملت تبادل، عملت تبادل، عملنا تبادل من ضمن المقايضه. اتفقنا مع التجار اللي انت لو انت محتاج مواد غذائيه فانا هجيب لك المواد الغذائيه اللي انت عايزها، ولو انت عندك ابقار او عندك معرفه بحد عنده ابقار انا هستلم منك الابقار بعد الفحص. بالفعل الحمد لله نجحنا بالموضوع دوت، زرعنا حجرنا عدد من الابقار اللي موجوده، اتفقنا مع المجزر المختص بدوله تشاد، والحمد لله قدرنا ان احنا نبعت اول طياره، والطيارات الجايه ان شاء الله باذن الله في تنسيق باذن الله على اعلى مستوى مع القياده السياسيه ومع حزب حماه وطن، ان هيكون نازل 3 طيارات على القاهره، وطياره على مطار اسوان، وطياره على مطار اسكندريه برج العرب، وطياره على مطار اسواج عشان اخواتنا في الصعيد برضو يقدروا يوصلوا للحمه المدعمه. احنا بننزل بسعر، انا مش جاي انافس فاجر في السوق ولا جاي اعمل معاه ولا جاي اخسره، انا نازل بستهدف محدود الدخل وبالتالي بعمل توازن اسعار. ده صحيح. واحنا انا كالدراسه اللي احنا عاملاها الشركه الوطنيه الكويتيه ان انا اكتفي ب 30,000 راس اول سنه، نوصل للسنه الخامسه ل 150,000 راس. اي نعم مش هيغطي السوق المصري، بس يبقى في توازن في الاسعار، مش لازم اجيب اللحمه تبقى واقفه عليا ب 100 جنيه وابيعها ب 300 جنيه، يعني ما فيش عداله في التسعير. طبعا ده هدفنا كلجنه الانتاج الحيواني والزراعه كحزب حماه وطن، وهدفي انا كرجل اعمال ورئيس مجلس اداره الشركه الوطنيه الكويتيه ان احنا نخفض في اسعار اللحوم. طب قول لي الفتره الجايه، قول لي باشمهندس، احنا انا كده فهمت انه كمان في اجراء للتوسع، يعني من 30,000 راس نوصل خلال 5 سنين ل 150، يعني هنزود تقريبا 5 أضعاف حجم رؤوس المواشي بتاعتي اللي بستثمرها في تشاد واللي بنقوم بذبح منها علشان نوصل على مصر. سؤالي بقى، احنا يا ترى هل ترى نقدر نحدد السعر دلوقتي اللي هنوصل بيه للمستهلك ولا لسه؟ يا فندم انا بقول لك ان شاء الله باذن الله هنبيع ب 145 جنيه. بكام يا فندم؟ 145 جنيه. 145 جنيه لحوم طازه مبرده بلدي. للمستهلك. للمستهلك المصري. الله ينور. 145 طول الشهر. طول الشهر الكريم وبعد كده ان شاء الله. 100 فل و14 كده حماة الوطن اسم على مسمى، ربنا يوفقكم يا رب. الله ينور وهلم جرة زي ما بتقال. كل الشكر ليك المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة في حزب حماة الوطن.